يا ثورة ماذا جبتي من الأبطال وسجلتي تاريخهم في الخالدين في سبيل بلاد مسكنوا للجبال جعلوا من إيمانهم سلاح متين قالوا لها يا فرنسا صدي في الحال لازم نطردوك من ضل الوطن الزين عولنا على الله ونوين القتال العهد عطيناه وحلفنا اليمين لا مدفع لا شار يرهبنا محال في البطولة والشجاعة مشهورين فرسان الإسلام نعطولك مثال الفاتحين أجدادنا علا والدين هدمنا قصوركم في شاو الحال وهزمنا جيوشكم يا مشركين قيصركم مذلول ولا في لنكال ما نفعوه حصون كانوا مبنيين علي بن طالب دار فيكم كم مخصال وهزمكم في يوم موقعة حنين في يوم اليرموك خالد عنكم صال هدم قاع أسواركم رابت في الحين بفضل الإسلام حطمنا الأغلال وعممنا رسالة الهادي الأمين ما ننسى محال جدودنا الأبطال بسيرتهم اليوم احنا مقتدين للعروبة ننسبوا احنا مزال من بيعوشي وطننا بالملايين رايتنا الإسلام هو رأس المال ومحمد إمامنا جد الحسنين والجزائر أرضنا هي الأمال النصر نجيبوه ولو بعد سنين. جزائر أرضنا هي الأمال النصر نجيبوه ولو بعد السنين قاموا بالجهاد ضد الاحتلال وتكلم بارودهم في الضرب الرزين بنبو العيد في الشرق شعلها تشعال في ليلة نوفمبر 54 سي يوسف زيغوت بدأ في النزال في جبال سكيكدا دار الكامين أحمد زبانة قال لهم يا جهال من خافش معذابكم يا خدعين من خافش من مقسلة ولا فصال نأدي في واجبي على الوطن الزين سي مرد يدوش خبلهم تخبال ما قدروش عليه هذا الغاصبين لطفي يا مدار عنه كانت سال دوخهم وبقاو منه مذعورين شوفوا للمكتوب كي لقى الأبطال مكتوب الله كي يجمع هذا الصيدين صيد الساحل جاي للصحراء جوال وتلاقى مع صيدها عدو الاثنين شوفوا للمكتوب كي لقى الأبطال مكتوب الله كي يجمع هذا الصيدين صيد الساحل جاي للصحراء جوال وتلاقى مع صيدها عادوا الاثنين منهم الاستعمار ما ينهلوا بالي تبع فيهم وين راحوا باللاعين الحوس وعما يروش ماتوا يا رجال جبل ثامر فيه كانوا مجتمعين في 29 مارس كان الحال 1959 ما قدرتش فرنسا انهار كمال ما قدرتش فرنسا انهار كمال بعد ان تقول خلاص تلقاهم حيين ياسر من نسوان اعطاو المثال حاسبه وكثير من بطلات اخرين يا ثورة فيك الرجال شحال شحال يا ثورة فيك الرجال شحال شحال اعطاو البرهان للمستعمرين في 62 جابوا الاستقلال الحرية رجعوها للحيين فرنسا خرجت باكية شدت الارحال اندحرت وفنات قوتها في الحين فرنسا خرجت باكية شدت الارحال اندحرت وفنات قوتها في الحين فرحنا من بالنا راحت الهوال وخضينا قرارنا في 3 سنين الهواري عاد كرامة الاجيال على الجزائر كان ليها الله معين في المحافل قالها كلمة رجال العربية لغة والإسلام الدين ذلين العديان في العالم بكمال سياستنا ضد للي رجعيين سبحان الله سبحان الله خالقين شي الأحوال بومدين طلبوا الله مول الدارين في 78 خلاص تلجال 7 ديسمبر بعد 20 يا شباب عليك نبني في الأمال المشعل بين يديك كون عليه أمين والعديان اليوم لديرهم في البال والتاريخ يعطيلهم عنا تبيين شبيبة متجندة تحطم الأغلال ما نسمح محال للي طمعين اسمه البشير كتب المقال يطلب في الغفران منك يا حنين والصلاة عليك يا خاتم الأرسال يا محمد يا أحمد مصباح الدين.